نشكروا الناس اللي داروا هذا الشيء والمحسنين، والله يجعل سيدي ربي يوقف معاهم فرحوا هاد الدراري، الله يجعل سيدي ربي يفرحهم، الله يستر عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. كنت واجد في مدينة مكناس في منطقة يعني بودربالة، يعني في ضواحي مكناس، تلبية واستجابة لطلب صديق عزيز الحضور في هذا الحفل، وشرفوني باش نحضر معهم هذا الحفل اللي بصراحة يعني فوجئت بتنظيم جيد وطاقم طبي جديد، يعني فوجئت بتقنية جديدة في إعذار الأطفال. ولي الشرف أنني أشارك معهم في هذا الحفل وفي هذا سعادة الآباء والأمهات. بالنسبة للعدد، عدد يعني ما يفوق 100 طفل، ودائما الشكر الموصول كل من ساهم في نجاح هذا الحفل الإعذار من طاقم طبي، من سلطات، قائد المنطقة، رجال الدرك، ومندوب الصحة اللي دائما يعني يوفر الخدمات الطبية للطاقم الطبي، أو المشرف، الطبيب المشرف على المستوصف. وقد يعني تشرفنا بالإشراف قبل هذه الحملة على مناطق عديدة في منطقة مكناس، في بولمان، في أزرو، يعني على أزيد من 1600 طفل، يعني كانت فيها يعني عمليات أو الحملات ناجحة بامتياز، وكنا يعني بعد كنا سبب في الإشراف عنها بعد الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى كنشكر الحضور، وكنشكر يعني الصحافة اللي دائما مواكبين هذه الحملات اللي هي ويسلان نيوز. ودائما أقول نحن جنود وراء صاحب الجلالة في هذه الأعمال الخيرية التي يحبها يعني ويشجعها، وشعارنا الله الوطن الملك. حضرات سيدات السادة، أيها الحضور الكريم، نرحب بكم جميعا في هذا الحفل، حفل إعذار الجماعي الذي ينظمه اتحاد جمعيات مكناس الكبير. بالنسبة لاتحاد جمعيات مكناس الكبير ننظم العديد من الأنشطة الاجتماعية. نشكر كذلك الطاقم الطبي المساهم معنا، وكذلك السيد مندوب وزارة الصحة بإقليم الحاجب والمسؤولين المستوصف الصحي. 2018 أزيد من 1700 طفل. كنشكر السيد طاهر العزوزي، كذلك كنشكر جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة.